السلام عليكم متتبعاتي الكريمات، كنتمنى تكونوا بصحة جيدة. مرحبا بكم على قناة شيوات وجمال مع فيروزة. وكما كتشوفوا معايا اليوم ان شاء الله غادي نحضروا كلاص ولا ايس كريم ديال الفاني منزلي اللي كيجي رائع بنكهة النوغا. صراحة لذيذ لذيذ وسهل وما كياخدش الوقت. خليكم معايا من الاول حتى الاخر باش تشوفوا طريقة التحضير والمكونات اللي غادي نحتاجو. الا كنتوا اول مرة كتشوفوا القناة ما تنساوش الاشتراك في القناة والضغط على الجرس باش توصلوا باي جديد ان شاء الله. بالنسبه لهاد الكلاص، المكونات اللي غادي نحتاجو ان شاء الله جوج ديال لاموس بنكهه الفانيلا. نقدروا ناخذوا هذا اللي كيكون بودره، نقدروا ناخذوا الكريمه السائله ونديروا فيها لوغو اللي بغينا. كذلك غنحتاجو جوج ياغورت اللي كيكون خاطر، يا اما طبيعي بدون سكر او اللي فيه السكر سواء بنكهه الفانيلا. هنا الساشيه ديال بودره ديال الحليب اللي فيها 60 غرام. كذلك ناخذ المكسرات اللي كيكونوا عندكم. انا هنا عندي اللوز وكركاع وبيستاش، كنخشيوهم في الفران يتحمروا شويه وكنقطعوهم ايفيلي بهذه الطريقه كما كتشوفوا. كذلك السكر الخشن كاس، نص كاس ديال العنبه ما يعادل 80 غرام، وملعقه صغيره ديال الزبده، وكذلك غادي نحتاجو الحليب، نصف لتر من الحليب ويكون بارد. كنقوله وان كنأكد عليها ان الحليب كيكون بارد كيساعدنا باش نطلعو هاد لاكريم هادي ان شاء الله. اول حاجه كنبدا بها كناخد السكر، كنعملو في مقلاه وكنقصو له مره كما كتشوفو. هنا كيبدا يدوب معانا، كنضيف بشويه بشويه كما كتشوفوا. هنا داب مره على فكره، هنا باش غنحضروا النوغا ان شاء الله. ملي كيدوب كنزيد لها معلقه ديال الزبده، الا ما كانش النوغا كتصدق معكم كتزيدوا القطرات من الخل او قطرات من الحامض، معلقه صغيره. انا هنا ما غنضيف والو، ملي داب السكر زدت معلقه ديال الزبده وحتى تذوب عاد نضيف عليها المكسرات اللي يعني كما قلت لكم اي مكسرات، سواء يكون عندكم غير كاوكاو او لوز، مهم اي حاجة عندكم نضيفوها كيجي لذيذ ومقرمش في الكلاص. هنا غزالتي كما كتشوفوا صافي الزبدة دابت وانسجمت مع السكر. غادي نضيف لها دابا هاد المكسرات. انا المكسرات ديجا عندي محمرين، يعني غير ميلونج يعني نحرك مزيان، وغادي نزوله من على النار باش ما تزيدش تتحمر مزيان. غادي نخلط مزيان حتى كامله يعني تعسل كما كنقولوا وتجمع بهذه الطريقه كما كتشوفوا. سهله وكتجي لذيذه، وكتاخذوا الكميه اللي بغيتوا. وكما قلت لكم تقدروا تزيدوا الزبيب اذا بغيتوا، حتى هو كيجي لذيذ. من بعد ما وجد كناخد هاد الورق ديال الزبده، اولا نقدروا نخدموا نيشه من الرخامه، غير الرخامه ندهنوها بالمشويه باش ما يلصقش. انا هنا فضلت نعمل هاد ورق الزبده. غادي ندير فيه هاد النوغا، خليها حتى تبرد وعاد نرجع نخدمها، يعني كبحال غادي نفتها ما نخليهاش هكا تجي مفرتسه مفرتسه باش تجي مقرمشه وحنا كناكلو داك الكلاص. بهاد الطريقه هادي صافي غادي نخليها تبرد ونرجع نخدمها، يا اما تقرمشوها في داك ان دو تخوا اولا غير بالمدلك. المهم هانتوما معايا، ما نسبقش الاحداث حتى تشوفوا كل شيء ايتاب باغ ايتاب. وهنا غزالتي غادي نبدا نوجدو الكلاص. اول حاجه غادي نبدا بها ان شاء الله كناخد نصف لتر ديال الحليب، كما قلت لكم يكون بارد بزاف، عملوه في المثلج قبل ما تكونوا غادي تبداو. وغادي نزيد عليه لاموس اللي عندنا جوج بنكهه الفانيلا، وتقدروا تخدموا باي نكهه بغيتو طبعا.
وان شاء الله غادي نتقاسم معكم لي كلاص ديال البيستاج البنان الفريز في هذه الصيفيه ان شاء الله اذا بغى الله. كنزيدو كذلك بودره ديال الحليب كما قلت لكم 60 غرام، وغادي نخدم غادي نطرب هاد المكونات مع بعضياتهم. كما قلت لكم صافي غادي نبدا نخدم هاد لاموس هادي حتى كطلع. مهم هانتوما معايا كتشوفوا الطريقة، وبالنسبة كيجي حجم عائلي يعني كيعطينا كيجي كبير تبارك الله. كنقدروا نحتفظوا فيه في المثلج وفوقاش ما نبغيوه كنجبدوه شحال ما خصنا وكنردوه للمثلج في علبة كتكون مغطية مزيان. انا غنستمر بهذه الطريقة حتى نطلع لاكخيم تطلع لي. هنا غزالتي كما كتشوفوا المهم كتولي على شكل كريمه، خصها تكون ثقيله شويه يعني نخدموها مزيان حتى تقل ما تكونش خفيفه. انا كنخدم مرحله بمرحله باش تشوفوا لي زيتاب كامله، وحتى نتوما ان شاء الله تجربوا وكنتمنى يعجبكم. شو كيفاش كيولي. ودابا من بعد كنجيب ياغورت جوج. علاش كنعملو ياغورت؟ كاين اللي عيسول علاش عملنا ياغورت. ياغورت باش هاد الكلاص هذا ملي كنعملوه في المثلج ما كيجيش قاصح، يصعب علينا كيفاش ناكلو. هذا ياغورت كيخليه يجي ماشي قاصح، مهم عادي ايس كريم وكيجي مزيون. الا جربتوه وديرتوه بلا ياغورت غادي يطلع قاصح، يعني هاد الكلاص هذا كيكون قاصح شويه. عليها كنديروا هاد ياغورت صافي. ملي زيتو كنرجع عاود بالطراب كنخدم بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا. هنا غزالتي كما كتشوفوا من بعد ما كتبرد لنا هاد النوكا كناخذ هاد المدلك هذا، احسن من 1 2 3. الا بغيتو تخدموه ب 1 2 3 كتخدموا بها. انا هاد الطريقه هادي جاتني سهله وعمليه، غطيت كما كتشوفوا النوكه باش ما تتعترش في كل شيء صافي. وكنبقى ندق عليها بهاد الطريقه هادي حتى كتفرتت. غادي نستمر بهاد الطريقه كما كتشوفوا ملي كنكونوا كناكلوا داك خليتها على هاد الشكل هذا. و دابا غزالتي غناخدو هاد النوكة المقرمشة غادي نضيفها على المكونات الأخرى بهاد الطريقة هادي، وغادي نميلونجي مزيان مزيان من التحت للفوق بهاد الطريقة. و إلا ما كيعجبكمش اللوز الكاوكاو والكركاع نقدروا ما نديروش المكسرات ونعملو مثلا الفروي، او لا نديرو الشوكولا مقطعه تريتفات. يعني كل واحد والافكار ديالو شنو نقدروا نضيفو على هذا الكلاص هذا، كيبقى كل واحد والذوق ديالو. انا نعطيتكم فكره ديال المكسرات، ولكن الا ما كيعجبكمش ما نديروهمش ونديرو حاجات اخرى. هنا غزالتي انا زلت غادي نديرو بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا. هذا ديال الكيكه وعملت فيه السلوفان باش كيسهل عليا نزولو. نقدروا نديروه غير في تشوبينا يعني في داك الاناء اللي كيتغطى. انا درتو هنا، الا كانوا عندكم عائله بغيتو يعني تعملوا ديكور ولا هذا ديروا بهذا الشكل صافي. وغنغطيه من الفوق مزيان وياخذ الشكل ديالو، نخليه يبرد 5 سوايع على الاقل. هنا غزالتي من بعد 5 سوايع كنجبدو كنحيدو له هاد السلوفان هذا
بهذا الشكل كيما كتشوفوا، وراهو تجمد معنا. وهنا بالنسبه لتزيين غزالتي كل واحد يزين باش ما بغا وعلى حسب اللي بغا. انا هنا خديت نيسلي كراميل وغادي نزين بشكل عشوائي جدا كيما كتشوفوا. تقدروا تزينوا باش ما بغيتوا لي بونبون، تعملوا مكسرات، تاكلوا زيفيلي. صافي بهذا الشكل هذا. حتى نيسلي صراحه كراميل كيزيد واحد لوكو غزال ولذيذ، وكنتمناكم كنتمناكم تجربوه حيت جا مزيان وعجبني. كتاكل غير شويه منه كتشبع. هنا زدت لي بونبون بهذه الطريقه هذه، كتزيين وصافي الشوفة د العين. وكما كتشوفوا شكل عائلي، تاكلوا وتعودوا فيه، كيجي ما شاء الله فيه بزاف. وهذا هو الشكل النهائي ديالو، كنتمنى يكون عجبكم وتجربوا حتى نتوما الصيف هادي، وكيعجبنا شي حاجه نبردوا بها. وشكل عائلي، وكذلك اذا كانوا عندكم الضياف اللي ما غاديش يحشمكم شي حاجه ديال التحمار اللي وجا كما كنقولوا، ان شاء الله نعملكم لي كلاص اخرين، ونتلاقاو في وصفات اخرى. والسلام عليكم، وكنحمق عليكم ونموت عليكم. وما تنساوش تشتركوا في القناه وديروا لي لايك وتفعلوا الجرس.